بنقطع الشوكولاتة وبنحطها في كاسة هيك بشكل عشوائي. انت ملاحظ البساطة عندنا بالمطبخ؟ ايه برافو عليكم برافو، لأنه العالم بدها تشتغل هيك يعني. صح، احنا يمكن من أقرب المطابخ يعني لأكل البيت يعني، ما بنحاول. عندك شفيق اللي عم تطبخ يعني. والله هو غلبني بالبداية لوب كريم منضف له جوا سويت وشوية سكر هيك ناعم، يعني الحلاوة هاي تاركة لكم. الفراولة عندي هون ممكن نضيف عليها شوية فانيليا، نضيف عليها شوية سكر كمان ما في مانع، لك أنا بس صراحة فارمة فقط لا غير، يعني هيك تحلاية سريعة على السهرة على التلفزيون، شيء سريع سريع على السهرة هيك. أيوة السريع وانت تتفرج على المسلسلات يا شيخ، بحكي لمرته جبالي جبالي إشي مش عارف شو هو، إشي حلو هذا هو الإشي اللي مش عارف شو هو، مش بيجي عبالك أحيانا إشي مش بس أنت مش عارف شو أكيد. يعني حتى تسأل نفسك بدك إشي مش عارف، هذا الإشي اللي مش عارف شو هو اللي ممكن تروح على الثلاجة تلاقيه، بتلاقيه إنه فعلا هذا هو ال